بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنية الحاسوب كلية الرافدين الجامعة، إليكم محاضرة في موضوع لابلاس ترانسفورم من المواضيع المهمة في التحليلات الهندسية. اليوم راح ناخذ تعريف لابلاس والخواص اللي خاصة به موضوع تحويل لابلاس، وإن شاء الله في محاضرات أخرى راح نأخذ مجموعة أمثلة حول الموضوع، وأيضا نأخذ الانفرس لابلاس ترانسفورم ونسوي تطبيقات حول هذا الموضوع. تعريف لابلاس بسرعة عامة، لابلاس f of t هو التكامل من صفر إلى انفينيتي e والسالب s of t مضروبة بالدالة f of t dt. مثل ما تعرفون انه التكامل بالنسبه للدي تي واف اوف تي وحدود التي تكون من صفر الى انفينيتي، معنى ذلك انه المتغير تي راح ينحذف من التعريف لان حيتعوض مكان تي مره صفر مره انفينيتي، فيبقى لي بس المتغير اس. لذلك ناتج تحويل لابلاس هو حيتحول الى اف اوف اس، وقيمه الاس هنا هي اكبر من صفر، بمعنى انه بصوره عامه معناها اللابلاس اف اوف تي هو تحويل من التايم دومين الى الاس دومين، او الى من التايم الى الفريكوانسي. نجي الى بعض التطبيقات، بعض القوانين الخاصه بلابلاس. اولا عندما تكون الاف اوف تي داله ثابته اللي ما نطلق عليها بالكونستانت، فلابلاس مالت الكونستانت حيصير التكامل من صفر الى انفينيتي اي سالب اس اوف تي في سي دي تي، وبالتالي فانه هذا التكامل حيطلع الجواب مالته السي وعامل ثابت يطلع برا، بيصير التكامل من صفر الى انفينيتي اي او سالب اس اوف تي دي تي، وهذا ببساطه يصير السي تكامل الداله السي نفسها اي او اس تي على سالب اس وحدود التكامل من صفر الى انفينيتي، فيصير عندنا الجواب يطلع ان سي على سالب اس مرة نعوض على T infinity فيصير E أس سالب infinity ناقصا E أس صفر، وكلكم تعرفون قيمة E أس سالب infinity هو صفر، فيطلع الجواب عندنا يساوي لنا C على S باعتبار E أس سالب E أس صفر واحد، فسالب واحد يضرب بالسالب يصير موجب، فيصير C على S. إذا عندي دالة F of T هي دالة أسية من صيغة الـ E أس AT، فلابلاس للـ E أس AT مفتش حيث على التعريف صفر الى انفينيتي الاي اس سالب اس تي مضروبه بالاي اس اي تي دي تي، وهذا ممكن لو وحدنا التكامل بالنسبه الى تي يصير اي اس تي الاي اس سالب اس ناقصا اي مضروبه بي تي دي تي، وحيصير جواب الاي اس سالب بفتح قوس اس ناقصا اي في تي على سالب S ناقصا A، وبين قوسين حدود T من صفر إلى هنا إلى إنفينيتي، سوري مو إلى T إلى إنفينيتي، فيطلع الجواب A سالب إنفينيتي طبعا سالب S ناقص A بالمقام موجودة، سالب S ناقص A موجودة، فيصير A سالب إنفينيتي ناقصا الـ A صفر، ويطلع الجواب النهائي إنه واحد على S ناقصا A. الحالة الثالثة لابلاس إلى التي، لابلاس إلى التي حيكون من صفر إلى انفينيتي الـ A أس سالب S of T في T dT، هذا ممكن نحلها بالـ U dV، الـ U هي T، الـ V يصير A أس سالب S of T على سالب S ناقص تكامل الـ V اللي هو A أس سالب S of T على سالب S في DU اللي هي dT، وحدود التكامل هنا ناخذ ايضا من صفر الى انفينيتي ما ننساها، وهاي هنا صار عندي من صفر الى انفينيتي، لما نعوض عن التي انفينيتي هنا يطلع الجواب صفر، ولما نعوض عن تي صفر يروح يصير صفر، فيطلع الجواب سالب نضرب بالسالب يصير موجب، فيطلع الجواب واحد على اس تكامل الاي اس سالب اس تي من صفر الى انفينيتي دي تي، ويطلع الجواب واحد على اس حيصير اي اس سالب اس تي على سالب اس من صفر الى انفينيتي،
فيطلع الجواب 1 على اس تربيع بالسالب، ويطلع الاي اس سالب انفينيتي ناقص الاي اس صفر اللي قيمته 1، فهذا قيمته 0 وهذا 1 سالب 1 بالسالب يطلع موجب، ويطلع الجواب 1 على اس تربيع. اذا لابلاس الى تي يساوي لنا 1 على اس تربيع. لو جينا هسه على لابلاس الى تي كان 1 على اس تربيع، لو وحدناهم الى تي هو 1 على اس تربيع، فلابلاس الى تي تربيع حيصير عندنا 1، لو نفس العملية اجريناها فيصير الجواب حيطلع لنا 2 على اس تكعيب، ولو عندنا عملية لابلاس الى تي تكعيب حنشوف انه الجواب يطلع لنا يساوي لنا 6 على اس اس 4، وبالتالي اذا لابلاس الى تي الى الباور ان بنقدر ننطيها قانون خاص حيطلع لنا ان فاكتوريال على اس اس ان زائد 1. الحالة الرابعة لابلاس الى ساين وكوساين، راح ناخذ المرة ساين اي تي. هنا نحتاج اذا اخذنا حسب التعريف حيصير عندي تكامل من صفر الى انفينيتي الاي او سالب اس تي بساين اي تي دي تي، وهذا صعب التكامل بالنسبة له الى ان وبامكان اكو طريق اخر الى التكامل، طبعا مو على الجواب الى جواب بس شوية جواب مطول، لكن راح ناخذ الاسهل انه راح ناخذ تعريف ساين اي تي اللي هو حيصير لابلاس بدل ساين اي تي هو 2 اي الاي اس اي اي تي ناقص الاي اس سالب اي اي تي، وحنشوف الجواب يطلع لنا 1 على 2 اي خارج قوس. هنا استفاد من خاصية الدالة الاسية انه لابلاس الاي اس اي اي تي هو 1 على اس ناقص اي اي اعتبار الاس مالت التي هو اي اي ناقصا هاي ناقص نتيجة تي 1 على اس زائد اي اي. لو وحدنا مقامات حيصير 1 على 2i، يصير عندنا قوس ب s ناقص اي اي بقوس اسمه s زائد اي اي، من فوق يصير عندنا s زائد اي اي ناقص s ناقص اي اي. تلاحظون شلون؟ هاي الاس مع الاس تروح وناقص بناقص الزائد فيصير 2i اي على 2i فيطلع الجواب a بالبسط. اما المقام حاصل ضرب القوسين ذول حيصير s تربيع ناقص i تربيع اي تربيع، وتعرفون انه اي تربيع هو قيمة زائد سالب 1، اس تربيع ناقص اي تربيع اي تربيع، وقيمة اي تربيع هو سالب 1 فيطلع الجواب النهائي له هو اي على اس تربيع زائد اي تربيع. اذا لابلاس لساين اي تي هو الاي على اس تربيع زائد اي تربيع. نفس العملية لو عدناها بالنسبة للكوساين حنشوف انه لابلاس للكوساين اي تي حيطلع الجواب بدل اي حيطلع لنا اس على اس تربيع زائد اي تربيع، بالاستفاده من قانون انه الكوساين اي تي هو المقام مالته 2 هو اي اس اي اي تي زائد الاي اس سالب اي اي تي، وهذا الموضوع اتركه لكم تثبتون هذا الشيء انه يطلع لنا اس على اس تربيع زائد اي تربيع. اوكي نجي هسه الى لابلاس الحالة السادسة لابلاس إلى سنش اي تي، وكلكم تعرفون تعريف السنش دالة السنش هو المقام 2، هنا مثلا اي اس اي تي ناقص اي اس سالب اي تي على 2 ويطلع الجواب 1 على 2 تحت قوس لابلاس مال الدالة الأسية يصير 1 على اس ناقص اي ناقص 1 على اس زائد اي. ولو وحدنا المقامات استدعى لي 1 على 2 المقام يصير عندي اس تربيع اللي حصل ضرب حيصير عندي اس تربيع ناقص اي تربيع فرق بين مربعين، هنا فوق يصير عندي اس زائد اي هذا يجي هنا ناقص افتح قوس اس ناقص اي، حتى تلاحظون اس مع اس تروح فيصير عندنا الجواب النهائي اي زائد اي يطلع لنا 2i و 2i على 2 يطلع الجواب اي على اس تربيع ناقص اي تربيع. ويكون عندي لابلاس الى السنش يساوي لنا لحظة لابلاس الى سنش اي تي
يساوي الاي على اس تربيع ناقص الاي تربيع. وبالامكان اثبات الحاله السابعه او كان السادس واحد لابلاس الى الكوش ويطلع لنا الجواب اس على اس تربيع ناقص الاي تربيع. فرق عن الساين والكوساين، بالساين عندي اي على اس تربيع زائد اي تربيع، وبالكوساين اس على اس تربيع زائد اي تربيع. هاي القوانين السبعه جدا مهمه في ايجاد لابلاس الى الدوال السبعه. لو اخذنا في المثال عليهم اكزامبل فايند لابلاس مثل الى مثل نقول كوساين 3 تي زائد اي اس سالب 2 تي زائد سنش 4 تي زائد 6، فالجواب حيطلع لنا لابلاس الكوساين هو اس مباشرة اس على اس تربيع زائد 9 زائد 1 على اس زائد 2 الخاص بالدالة الأسية زائد هنا صار عندي 4 على اس تربيع ناقص 16، وهنا صار عندي زائد 6 على اس. هاي في الملخص الى قوانين لابلاس لحد الان بالنسبه للدوال. اوكي نجي الى البروبرتيز اللي هي اهم موضوع بالنسبه الى موضوع لابلاس. نجي الى البروبرتيز. اول خاصيه اللينياريتي، المقصود باللينياريتي خاصيه جدا بسيطه. بنقول لابلاس الى سي واحد بالاف واحد اوف تي زائد C2 بالF of 2 للT، حيساوي الجواب C1 بالF1S زائد C2 بالF2S، يعني توزع اللابلاس على الاثنين. C1 constant يكون خارج اللابلاس، واللابلاس بالF1 of T هو F1S، وC2 يطلع أيضا برا اللابلاس، ويصير عندنا لابلاس مثل طبعا هو مثل ما هذا المثال اللي أمامكم قبل شوي حليناه. ممكن نقول هذا ايضا بخاصيه اللون اللينياريتي الخاصيه الخطيه، وهذه خاصيه بسيطه بالنسبه الى تطبيقات لابلاس. مثال عليها اذا تحبون، لابلاس الى 4 الاي اس 3 تي ناقصا 5 في سنش 2 تي، حيكون الجواب الاربعه تنزل برا، ولابلاس الى الاي هو 1 على اس سالب 3 ناقصا 5 في سنش هو 2 على اس تربيع سالب 4. هذه خاصية من الخواص الخاصة البسيطة. نجي هسه على الخاصية الثانية اللي هي خاصية الشيفتنج. والشيفتنج بي عندنا نوعين من الشيفتنج. الخاصية الثانية هي يقول first shifting اوكي رول، القاعدة الأولى first shifting rule. إذا كان عندي ال f of t لابلاس لل f of t، إذا كان عندي لابلاس لل f of t هو f of s معرف، إذا لابلاس لل f of t من تجي مضروبة بال e اس اي تي، هيطلع الجواب ال f of s سالب a، f of s سالب a. example لابلاس أريد مال ساين او مال سنش 2 تي مضروبه في الاي اس 3 تي، هنا الجواب حيكون عندي اف اوف اس ناقص 3 باعتبار قيمه الاي هي 3، ويكون عندي الاف اوف اس. اول شيء نطلع احنا نريد نحسب اف اوف اس سالب 3، فاول شيء نحسب الاف اوف اس اللي هو لابلاس الى الاف اوف تي. هنا الاف اوف تي مسوى انها هي هذه سنش 2 تي، فيصير لابلاس الى سنش 2 تي اللي هي قيمتها مثل ما تعرفون اخذناها سابقا هي 2 على اس تربيع سالب 4. اذا اف اوف اس سالب 3 تساوي اف اوف اس نفسها اللي طلعناها قبل شويه، بس نعوض عن كل اس بايش؟ باس ناقص 3، فيطلع الجواب 2 على اس سالب 3 الكل تربيع سالب 4، لان اف اوف اس هي اف اوف اس هي 2 على اس تربيع سالب 4، فكل اس تتحول الى اس سالب 3 الكل تربيع زائد 4.
وهذا كانت هي واحدة من الأمثلة اللي خاصة بالفير سكريبتنج. ممكن ناخذ مثال آخر على الموضوع، ممكن ناخذ لابلاس إلى إكزامبل آخر. لابلاس مثل تي تكعيب مضروبة بالإي أس 2 تي، نطلع الإف أوف إس سالب 2، وإف أوف إس هي لابلاس إلى إف أوف تي، الإف أوف تي هي تي تكعيب، يطلع 3 فكتوريال على إس أس 4. إذن إف أوف إس ناقص 2 يساوي إن الإف أوف إس، ولما قيمة الإف أوف إس على كل إس بدلها بإس سالب 2 في 3 فكتوريال على إس سالب 2 الكل أس 4، باعتبار الإس بدلناها بإيش؟ بإس سالب 2، فصير إس سالب 2 الكل أس 4. إذا جينا على خاصية أخرى من خواص لابلاس هي سكند شيفتنج ثيورم. الخاصية الأخرى اللي يقول رقم 3 اللي هي سكند شيفتنج ثيورم أو رول كيفك. هنا عندي القانون يقول لك لابلاس اف اوف تي ناقص ان اي بالهيفي سايد تي ناقص ان اي، هو الجواب يطلع لنا اي او سالب اي اس بالاف اس. هذه الخاصية. طبعا لازم يكون تي ناقص ان اي نفسها تظهر بالدالة الأخرى اللي هي دالة الهيفي سايد تي ناقص ان اي. مثال اكزامبل لابلاس قلنا مال كوساين تي ناقص باي مضروب بالهيفي سايد اوف تي ناقص باي. لاحظ ان تي ناقص باي يكون نفسه، ما يصير تي ناقص باي هنا تي ناقص 4، لا ما يجوز، لازم يكون متطابقات الاثنين. حيطلع الجواب الاي، الجواب حيكون اي سالب باي اس، باعتبار ان الاي هي قيمتها تساوي باي. هذه بدل ما اقول تي ناقص اي اقول تي ناقص باي، معنى الاي هي باي. فبدل ما اقول اي سالب اي اس حقول اي سالب باي اس مضروبة بالاف اوف اس. طيب الاف اوف اس هي لابلاس للاف اوف تي، كلنا نعرفها ويساوي لابلاس. ما هي اف اوف تي بسؤالنا؟ هي كوساين تي. ليش؟ لانه كوساين تي ناقص باي تمثل اف اوف تي ناقص باي. انا ما اريد الاف اوف تي ناقص باي، يعني ما اريد كوساين تي ناقص باي، اريد بس اف اوف تي. اذا هي تصير كوساين تي بدون سالب باي، فيطلع جواب اس على اس تربيع زائدا واحد. معنى ذلك انه الجواب بدل هاي اف اوف اس حبدلها بايش؟ باس زائدا واحد، فيكون الجواب النهائي لابلاس مال كوساين تي ناقص باي بالهيفي سايد اوف تي ناقص باي يساوي الاي او سالب باي اس كلها في واحد على اس، كلها في اس عفوا على اس تربيع زائدا واحد. ممكن ناخذ مثال اخر على الخاصية، نعم اكزامبل اخر لابلاس الى ساين 3 تي ناقص باي على 4. لاحظ شلون بالهافي سايد اوف تي ناقص باي على 4، هاي كون نفسها ما يجوز، هذا القوسين يكون من الطبقات، تعرف هذه نفس هذه، يطلع الجواب قيمة الاي هنا ايش قد تساوي لنا؟ الاي تساوي لنا هي باي على 4، فيطلع جواب الاي او سالب باي على 4 كله مضروب بالاس. تعرفون شلون؟ اي سالب باي على 4 بالاس بالاف اس. ومثل ما قلنا الاف اس هي لابلاس الى اف اوف تي، وهنا اف اوف تي بسؤال هي ساين 3 تي، هذه قبلها بس تحذف تي ناقص باي على 4 تبقى لك شنو؟ ساين 3 تي. فلابلاس الى ساين 3 تي كلكم تعرفوا يساوي لنا 3 على اس تربيع زائد 9. اذا لابلاس الى ساين 3 تي ناقص باي على 4 مضروب بالهيفي سايد اوف تي ناقص باي على 4 حيث الاي او سالب بين قوسين باي على 4 قيمة الاي بالاس مضروب في 3 على اس تربيع زائدا 9. الخاصية الأخرى، الخاصية الرابعة
هي خاصية المشتقة. خاصية الـ T derivative اللي هي نسميها خاصية المشتقة، خاصية الرابعة نقول عليها هذا T derivative rule. هذه تفيدنا في حل المعادلات التفاضلية باستخدام طريقة لابلاس. خلنا نتعرف على شلون نكتب هذه الخاصية. عندي لابلاس للـ F of T، كنا نعرفه وسألنا F of S. أوكي، إذن لابلاس للمشتقة الأولى هيساوي لنا S مضروب الـ F of S ناقص الـ F of 0. الـ F of S هو لابلاس مال الدالة، و F of 0 هو قيمة الـ F of T عندما T يساوي صفر. لو رحنا على المشتقة الثانية F double prime of T حصير هنا عندنا كان واحد صار S، هسه حصير S تربيع. لاحظ هذه العلاقة ويا المشتقة، المشتقة الأولى تصير S، المشتقة الثانية تصير S تربيع، وأيضا يضرب ب F of S مثل ما هنضرب ناقصا هسه S تربيع يصير S تصغر، هنا الـ S صارت واحد نقلل، بس تضرب تضرب بالـ F0 هسه بعد نستمر أيضا نستمر ناقصا الـ S يصير واحد، بس تضرب بيش بالمشتقة الأولى عندما T يساوي نزيد صفر. شوف شلون الـ F double prime حصل عندي الـ S تربيع بالـ F of S ناقصا S بالـ F of 0 ناقصا واحد بالـ F prime 0، بحيث لو ردنا نطلع المشتقة الثالثة مال T لابلاس المشتقة الثالثة حيصير عندنا شي حالة، حيصير عندنا S شنو تكعيب، لأنها كان الثانية صار S تربيع، الثالثة صار S تكعيب، أيضا المضروبة F of S ناقص S تكعيب شو يصير وراها صار S تربيع، وتظهر عندي F of 0 بعدين ناقصا S تربيع يصير S، تظهر شنو تظهر F فتحة of 0 والS يصير واحد، بس تظهر شنو تظهر F فتحتين of 0 وهكذا لين تنتهي. تعرف شلون؟ بمعنى نقدر نكتب القانون العام مالت المشتقة، فيصير لابلاس للاف للمشتقة من درجة n بصورة عامة حيصير s to the power n مضروبة بالf of s ناقصا s بالn سالب واحد f0 ناقصا s بالn سالب اثنين الf برايم 0، وهذا حيستمر إلى أن يظهر لي ناقصا الf إلى درجة n سالب واحد عندما t تساوي لنا 0. هذا هو القانون العام مال المشتقة من درجة n. شوف لابلاس f of t n يساوي لنا s أس n f of s ناقص n s n ناقص 1 f of 0 و s n سالب 2 f برايم 0 إلى أن ننتهي f of n سالب 1 إلى 0. هذا طبعا تطبيقاته حتكون عندنا في موضوع حل المعادلات التفاضلية من أي درجة، درجة أولى درجة ثانية، حتى نتأكد من صحة هذه الفرضية أو هذه الطريقة راح نأخذ المثال التالي. سأذكر لكم مثال على الموضوع هذا، ممكن أشرح لكم هذا المثال. شوفنا لابلاس F of T، عندي F of T في هذا المثال هي كوساين كذا T، وأريد أحسب الـ F مال المشتقة الثانية ما شو تساوي. أوكي، فلابلاس المشتقة الثانية كلكم تعرفون هي S تربيع F of S ناقصا S F of 0 ناقصا F prime 0، نكتب القانون ونستخرج واحدة واحدة. ما هي F of S؟ هي لابلاس F of T. ما هي F of T بالسؤال؟ هي كوساين كذا T. إذا لابلاس مال كوساين كذا T شنو هي؟ هي S على S تربيع زائد 9. إذا أول واحدة F of S حضرناها اللي هي هذه. نجي على F of 0. F of 0 عندي كوساين بدل التي عوض بهز قد زيرو، فصير كوساين زيرو قيمته واحد. نشتق الدالة F of T هي صير سالب التالة ساين تالة T، ونعوض بدل كل تي زيرو فصير F برايم of زيرو يساوي لنا زيرو. نرجع نعوض بالقانون مال المشتقة الثانية، لابلاس F double prime of T يطلع لنا S تربيع مضروب بال F of S، هاي S تربيع بال F of S. أوكي، اللي عرف حسبناه قبل شوية منها ناقص عن ال S مضروبة بال F of 0، F of 0 طلع عندي يساوي لنا واحد، هاي F of 0 واحد، فيصير S في واحد يعني S، ناقصا ال F prime 0 طلع قيمته صفر، فما كنت داعي كتبه. لو حددنا مقامات المقام
بالاسفل يصير عندنا اس تربيع زائد 9 هنا اس تربيع في اس يصير اس تكعيب ناقص اس مضروبه بالاس تربيع زائد 9 ولو دخلنا الاس على القوس يصير اس تكعيب زائد 9 وبالتالي يطلع لي جواب ناقص 9 اس هنا صرت 9 اس ناقص 9 اس على اس تربيع زائد 9 اذا الحل لحد هنا هو يطلع جواب ناقص 9 اس على اس تربيع زائد 9 خلينا نشوف هذا الجواب مدى صحته شو نسوي احنا ندال عندي f of t هي كوساين تاو t راح اشتقها مرة ومرتين اطلع الجواب يطلع عندي بالمشتقة الاولى سالب 3 ساين تاو t لان مشتقة الكوساين سالب ساين في مشتقة داخل الزاوية اللي هي 3 ونشتقها مرة ثانية يطلع لي سالب 9 في كوساين تاو t معنى ذلك لو بدنا نطلع لابلاس المشتقة الثانية مباشرة على هالمقدار شنو لابلاس مال سالب 9 كوساين تاو t هو سالب 9 طلع خارج قوس كوساين تاو تي هي اس على اس تربيع زائد 9 وتلاحظوا انه هذا الجواب هو نفس الجواب اللي طلعناه قبل شوية فوق الجوابين متساويات شوف شلون هنا طلعنا قيمة طلعنا المشتقة الأولى والمشتقة الثانية وعوضنا بدلهم هنا حسبنا لابلاس مال سالب 9 كوساين تاو تي فطلع نفس الجواب اللي هو هنا نفس اللي طلعناه قبل شوية بالقانون تطبيقات هذه الحالة تكون بالمعادلات تفاضلية وحلها باستخدام طريقة لابلاس. اوكي. نجي هسه إلى خاصية أخرى من خواص لابلاس هي الخاصية الخامسة. لابلاس إلى التكامل من صفر إلى تي اف اوف اكس دي اكس. لاحظوا لابلاس هذا الخاصية وقت تقول لك لابلاس تكامل f of x dx هو f of s على s حيث ان f of s هي لابلاس f of t هذه هي الخاصية لابلاس تكامل f of x dx هي f of s على s حيث انه f of s هي لابلاس من الى f of t مثال ما هو قيمة لابلاس تكامل من صفر الى t كوساين 3 x dx طالما عندي لابلاس التكامل اذا هي جاي من f of s على s نكتب القانون رأسا هذا بداخل القوس كوساين 3 اكس هو نفسه f of x اللي بالخاصية معنى ذلك انه f x هو كوساين 3 x معناه انه f of t هو كوساين 3 t اذا عرفنا f of t نقدر نحسب f s فال f s حصل شنو؟ لابلاس مال كوساين 3 t هو s على s تربيع زائد 9 وبالتالي قيمة ال f of s بالسؤال هذا عرفناها اللي هي قيمتها s على s تربيع زائد 9 مجرد نعوضها يطلع الجواب مالت السؤال اللي حيساوي لنا هاي هي ال f of s مقسومة على s ال s مع ال s تروح ويطلع الجواب 1 على s تربيع زائد 9 هنا راح نطبق خاصية يعني أكثر من خاصية لحد هذا المثال لو تلاحظون لابلاس التكامل من صفر إلى t e أس 3 x في كوساين 2 x dx هذا الجواب ما طالما لابلاس التكامل فيكون هو جواب اف اس على اس هنا حتى اكثر من خاصيه اسميها اف 1 اس الى اس حتى نحسب اف 1 اس هو لابلاس المن الى هاي الداله بالداخل اللي هي اي اس 3 اكس كوساين 2 اكس معناها هي اصلها اف اوف تي هي اي اس 3 تي كوساين 2 كوساين 2 تي لان اف اكس هي هذا اللي بالداخل فهاي اف اكس فتكون اف اوف تي اي اس 3 تي كوساين 2 تي ف f1 s لابلاس المن يكون هاي الداله اللي حيساوي هاي الداله لابلاس مالتها حاصل ضرب داله اسيه في الكوساين معناها عمليه الشيفتنج الفيرست شيفتنج ثيورم اللي اخذناها بالخواص السابقه خاصيه ثانيه ويكون عندنا قيمه الاي هي 3 فيكون الجواب f of s سالب 3 وهاي هي ال f of 2 s اوكي فنجي سنجي نحسب ال f of 2s f of 2s هو لابلاس المن لهاي الداله كوساين 2 تي اللي هي s على s تربيع زائد 4 انا ما اريد ال f of s لما عندي كوساين 2 تي عندي كوساين 2 تي مضروب بايش؟ مضروب بال اي اس 3 تي فيصير هنا استبدال كل s بايش؟ ب s زائد ناقص 3 ما تصير شيفتنج ما تصير هاي 3 لاحظ؟ فيطلع الجواب s بدل هال s يصير s سالب 3 على اس على بالثلاثة كل تربيع زائد الأربعة إذا عرفنا قيمة ال F1 S نرجع نعوضها بالمسألة فوق حتى نحصل على من حتى نحصل على هنا بعرف شلون هنا نعوض بدل هاي F1 FS على S ويطلع الجواب النهائي هذا الجواب النهائي هو نفس هذا المقدار مكتوب على S هاي الأس
فانا داخل بالمقام تضرب بمن تضرب بس. الخاصية الأخرى عند خاصية الأزربتف، الأزربتف رول أنه عندي لابلاس إلى تي أف أوف تي هي سالب واحد مرفوع إلى أس واحد، وهذا أس واحد معتمد على قيمة الأن مرت تي في المشتقة الأولى للأف أس. طيب إذا هنا كان 2 3 4 إذا أن في حالة الأن يكون القانون كالتالي: سالب واحد أس أن في المشتقة من درجة أن المن إلى أف أوف أس. مثال لابلاس إلى تي كوساين 3 تي، هنا تي أس واحد فيطلع الجواب سالب واحد أس واحد بالمشتقة الأولى بالنسبة لـ FS. FS كلكم تعرفوها هي لابلاس المن للـ F of T. F of T بالسؤال هو كوساين 3 تي، فاللابلاس مالته تحصل على FS اللي هي S على S تربيع زائدا 9. معنى ذلك إنه راح نجي نرجع لسؤالنا، بدل هاي الـ F of S راح نخليها تساوي لنا بدل F of S نخليه اللي استخرجناها اللي هي S على S تربيع زائدا 9 راح نشتقها مرة واحدة، فيكون الجواب انه سالب واحد هتنزل، وهذا دالة كسرية حصير المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط ناقص واحد ناقص البسط هذا اس في مشتقة المقام اللي هي 2 اس. لاحظ دخل السالب اس على هذا يصير سالب 2 اس تربيع مع بقاء هذا السالب برا، فيطلع الجواب اس تربيع زائد 9 ناقص 2 اس تربيع على المقام تربيع. فيصير عندي هنا أس تربيع ناقص 2 أس تربيع يبقى عندي سالب أس تربيع زائد 9، لما أدخل السالب على البسط يصير عندي أس تربيع ناقص 9 على أس تربيع زائد 9 الكل تربيع. طيب مثال آخر أخذنا لابلاس إلى تي تربيع في ساين 2 تي، أوكي هنا الأن يساوي 2 فيصير سالب 1 تربيع، سالب 1 تربيع في المشتقة الثانية بالنسبة لـ S المن للـ FS. هنا الـ F of S ناخذها من الـ F of T، F of T هذه F of T ساين 2 T، فاللابلاس مالتها هو تغير F of S اللي هو 2 على S تربيع زائد 4. راح نجي نطبق عليه القاعدة تقول إن سالب 1 تربيع تروح قيمته 1، هذا قيمته 1 لأنه سالب 1 تربيع، فيبقى المشتقة الثانية المن إلى F of S اللي هي 2 على S تربيع زائد 4 راح نشتقها مرتين، فيصير بالنسبة للمشتقة الأولى أول حالة أول مرحلة يصير المقام تربيع، هذا تربيع المقام في مشتقة البسط صفر لأنه البسط هو ثابت ناقص البسط هو 2 في مشتقة المقام 2 أس، 2 في 2 أس يطلع سالب 4 أس. هذا المقدار راح أرجع أشتقه مرة ثانية، فنقول المقام تربيع فيصير أس تربيع زائد 4 كل تربيع، المقام في مشتقة البسط هي سالب 4 ناقص البسط سالب 4 بالسالب يصير موجب 4 اس في مشتقة المقام اللي هي 2 بالقوس اس 1 في مشتقة داخل القوس اللي هي 2 اس. بعد اجراء الاختصارات هنا التربيع مع الاس 1 مع التكعيب اس 4 يبقى تكعيب المقام، ويصير عندي هنا سالب 4 بالقوس، وهنا عندي سالب 4 هنا طبعا نضرب اس تربيع زائد 4 تعرف شلون سالب 4 تضرب اس تربيع زائد 4 زائد هنا عندي 16 اس، هنا 4 في 2 في 2 اس في اس اس تربيع، فيطلع الجواب سالب لو كملناها هنا يطلع لي 16 اس تربيع ناقص 4 اس تربيع 12 اس تربيع، وهي سالب 4 في 4 يطلع زائد سالب 16 على المقام اس 3. هذه كانت الخاصية السادسة، أتوقع عندنا بس خاصيتين ممكن أذكر لكم إياها اللي هي خاصية الدالة الدورية إذا احتاجتوها في موضوع التحديدات والكونفوليوشن. الخاصية السابعة لابلاس إلى الدالة الدورية، الدالة الدورية اللي هنا عندي هي الـ F of T، واعتبر الـ F of T هي دالة دورية، وقيمة باوع الـ F of T زائد البريودك مالته هو P يساوينا الـ F of T، يعني كل ما تدور دورة كاملة بمقدارها P ترجع نفسها الدالة F of T، فنقول هذه هي periodic function، periodic function دورتها مقدارها تساوي لنا جيد
بي. فيطلع الجواب المقام 1 ناقصاً إيو سالب بي إس، والبسط هو من صفر إلى بي إلى إف أوف تي مضروب إيو سالب إس أوف تي دي تي. نفس قانون لابلاس بس بدل إنفينيتي يصير عندي شنو؟ عندي يصير بي. وإذا تحبون أمثلة على هذا بنطريها بالمحاضرات القادمة. عندنا آخر خاصية اللي هي خاصية الكونفوليوشن. لابلاس حاصل ضرب دالتين، الدالة الأولى f of t، في لابلاس حاصل ضرب الدالة الثانية g of t، يسمونه لابلاس للكونفوليوشن مال الاف كونفوليوشن with g بين قوسين إلى t. لابلاس f of t كنا عرفه هو f of s، ولابلاس للg of t هو كنا عرفه هو g of s. وتعريف اللابلاس of convolution هنا الكونفوليوشن مال ال f of t هنا يصير عندنا تكامل من صفر إلى t لابلاس، أوكي، حيث أنه f convolution with g of t هو جاي من f of x في g of t ناقصا x dx. هذا هو القانون راح نستخدمه في إيجاد الكونفوليوشن، هذه قاعدة الكونفوليوشن. لابلاس الكونفوليوشن، إذن هذه هي القاعدة، إنه الكونفوليوشن مال f of x بالg of t يساوي إنه تكامل من صفر، لاحظوا شلون؟ الكونفوليوشن مال f كونفوليوشن with g اثنيناتهم بالنسبة إلى المتغير t، وهذا القانون مالته من صفر إلى t ال f of x بالg of t ناقصا x dx. فلو بدنا نسوي حاصل ضرب تو لابلاس لتو فانكشنز f s و g s جاي من لابلاس إلى هذا التكامل اللي هو f of x بالg of t ناقصا x dx. ممكن نسوي عليه مثال يعني نحل عليه حالة، يعني مثل يقول ال f of s يعني ناخذ f x ولا ناخذ g of t ناقصا x أي دالة. وهذا حسولكم إياه في حل المعادلات التكاملية، أن أمثلة حول المعادلات مو التفاضلية لا المعادلات التكاملية، ومن عندها نحسب قيمة ال f of t للمسألة في المحاضرة القادمة. أعزائي الطلبة لحد الآن أكملنا في هذه المحاضرة الأولى إلى لابلاس، تعريف لابلاس والقوانين السبعة هي قوانين مهمة، والخواص الثمانية إلى موضوع لابلاس. وفي المحاضرة الثانية إن شاء الله نأخذ مجموعة أمثلة حول هذه المحاضرة، وفي محاضرة بعدها راح نأخذ الانفرس لابلاس اللي يكون له فوائد كثيرة في حل المعادلات التفاضلية. أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور أنور جعفر محمد الجواد من قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية الرافدين الجامعة.